لما عرفوا أهل اللي بيناتنا هددوني إنه إذا ما رجعت حيأذوني ويأذوك، بس صدقني ما كنت فارقة معي نفسي، خفت عليك لأن أنا عارفة أهلي وجبروتهم إنك لو وقعت بين إيديهم مش حيرحموك، فعملت اللي عملته وهربت وخفت لتعند وتدور علي، فسبت لك الفلوس عشان تحتقرني وتحس إنها لعبة من بنت غنية تسلت وزهقت وهربت، هيك بتكرهني وما بتدور علي. وحكاية ابني ايه؟ ما عرفت الا لما رجعت على سوريا، تعبت كشفت وعرفت اني حامل وشفت الويل. بابا واخواتي كانوا بدهم يقتلوني لو ماما ترجتهم، وعمي الكبير وقف حدنا جوزنا ابنه وتسترنا على الفضيحة، بس ولدت شادي كتب باسم ابن عمي على انه طفل ابن سبعة، بس انا معي الدليل يا فتحي انه شادي ابنك انت ومن صلبك. دليل ايه؟ التواريخ، قصيمة زواجي من ابن عمي وتاريخ ميلاد شادي اللي تولد بعد زواجي بست شهور وكم يوم، يعني انا كنت حامل قبل زواجي بشهرين وشوي، يعني كنت حامل انا ومعك انت يا فتحي. تفضل، هيدي قصيمة زواجي وشهادة ميلاد شادي، وعن جد إذا مش مأكد بسهولة فيك تعمل فحص دي ان اي، ساعتها حتتأكد إنه شادي هو ابنك أنت ومن صلبك يا فتحي. عارفة لو طلعت بتكذبي في كلمة واحدة أنا هعمل فيك إيه؟ لو عم بكذب بكلمة واحدة بس قتلني وما حدا حيلومك، بس صدقني هذه هي الحقيقة فتحي. أنا تعذبت كتير واللي صار بسوريا دمر البلد اللي أنا عشت فيها، نص أهلي ماتوا قدام عيوني، نصهم مشردين ما بعرف شي عنهم، لو ما في ناس منيح ساعدوني أنا وشادي وهربونا على مصر كنا زماننا متنا. مستحيل بعد اللي عشته وبعد اللي شفته ونجيت أنا وابني إيش اخترع كذبة مثل هيدا. ناوي على ايه يا فتح؟ اوعى تكون بدك تأذي الطفل ده، والله العظيم ابنك، اوعى تأذيه يا فتح، والله العظيم هي الحقيقة.